ممكن السنه دي يعني انا لسه ما بصيتش في الكتالوج بتمعن يعني، بس كنت حابه اشوف فيلم ذا سويمرز اللي اتعرض امبارح، فاتمنى اشوفه في العرض الثاني. وحابه طبعا اشوف 19 بيه النهارده، فيلم احمد عبد الله، لان هو من المخرجين اللي انا بحبهم على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني، واشتغلت معاه مرتين قبل كده وبحب افلامه كلها او اغلبها. وفي فيلم بعدين النهارده برضو الاستاذ رضا الباهي، فيلم جزيره الغفران ان شاء الله هحضره، لانه برضو قابلت استاذ رضا قبل كده في مهرجان في تونس وبقينا اصدقاء، فهو عزمني على الفيلم النهارده. وفي افلام قصيره يعني هحضر افلام كتير جدا، في افلام كتير قوي متحمسه ان انا اشوفها. النشاط قوي قوي جدا، فيلم ومسلسل عوده يسرى اللوزي بشكل يعني جديد او مختلف، شايفه ده ازاي يعني؟ لا هي كانت صدفة انه يعني الفيلم، فيلم جروب الماميز اللي انا لسه مخلصة الاسبوع اللي فات مع روبي ودارين حداد، كان فيلم خفيف وبيعبر عن المرحلة لا انا وروبي اصلا فيها، لانه انا وروبي اصلا بالصدفة على نفس جروب الماميز اصلا، يعني كنا على طبيعتنا شوية، طبعا كل شخصية مختلفة، بس هو بيعبر عن المرحلة الحالية اللي احنا كأمهات انا وروبي بنمر بيها. والله لسه كان حد بيسالني على الموضوع ده. انا عندي مشكله ان انا ما اتفرجتش على المؤتمر الصحفي اللي الاستاذ حسين قال فيه الكلام ده، انا قريته مكتوب، ولما حاجه بتقري مكتوبه من على بصياغه صحفي وليس بصياغه شخص انا ما بثقش في الصياغه بصراحه. في